السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. سأتكلم في هذا الفيديو حول الفار في امتحانات البكالوريا دورة يوليوز 2020. إذا ملي كنتكلم على الفار كنتكلم على ما هو رياضي، ولكن غادي نتعرفوا فين غادي يستعملوا هذا الفار والعلاقة ديالو بالامتحانات ديال البكالوريا دورة يوليوز 2020. هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، ابقوا معي. إذا بعدما قررت الوزارة اعتماد القاعات المغطاة والمدرجات الجامعية لضمان التباعد الاجتماعي وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا خلال امتحانات البكالوريا لدورة يوليوز 2020. إذا احنا عرفنا بأنه الوزارة قررت أنها تعتمد على القاعات المغطاة كذلك على المدرجات باش تحد من تفشي فيروس كورونا بين المترشحين والمترشحات لامتحانات البكالوريا لدورة يوليوز 2020، وذلك ضمانا للتباعد الاجتماعي بين المترشحين في مراكز الامتحان. وشفنا كذلك مجموعة من الصور بحال هادو اللي كتشوفوا دابا في مجموعة من المديريات الإقليمية والمدن المغربية. إذن اعتمدوا على قاعات مغطاة تضمن التباعد الاجتماعي ما بين المترشحين والمترشحات بحيث يكون هناك أكثر من متر ونصف ما بين كل مترشح ومترشحة. إذن الصور اللي كتشوفوه من مجموعة من المديريات. إذن بعد كل هذه الإجراءات اتجهت مجموعة من الأكاديميات الجهوية بالمملكة إلى اعتماد كاميرات متطورة من أجل مراقبة مراكز الامتحانات وكذا مكافحة ظاهرة الغش. إذا اعتمدوا على كاميرات متطورة داروها في مراكز الامتحان، في كل مراكز الامتحان، وذلك من أجل المراقبة ديال هاد المراكز، مراقبة ديال المرافق ديال هاد المركز ديال الامتحان، وكذلك مكافحة ظاهرة الغش بقاعات الامتحان. إذا نذكر النموذج من مديرية خريبكة بجهة بن ملال خنيفرة. إذا الصورة هي هذه اللي كتشوفوا، هنا كتبين لكم الكاميرات الموجودة في مركز الامتحان هنايا بجهة بني ملال الخنيفرة وبالضبط بمديرية خريبكة. إذا هنا كنشوفوا بأن الوزير السيد سعيد أمزازي زار هذه المديرية وزار بالضبط هذا المركز ديال الامتحان وشاف كيفاش غادي تكون الأجواء ديال الامتحان في هذه المديرية، وقف على مجموعة من التدابير اللي دارتها مديرية خريبكة، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 ما بين المترشحين والمترشحات لامتحانات البكالوريا 2020. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة، استنوني في فيديوهات جديدة إن شاء الله. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.